للعمل اليومي بمحاولة تعطيل الدستور، وهم الذين يحاولون تعديل الدستور ليرسخوا الفساد والاستبداد. مهما عملوا فينا مش هنبطل، ومش هنسافر، ومش هنسيب، ومهما اتسجلنا وحتى لو خدوا ارواحنا سنستمر في نفس الخط السلمي لبناء نهضة هذه البلد ان شاء الله. هنقول للظلم لا، هنقول للقهر لا، وهتفقع للحرية هي أصل الحياة. هنقول للظلم لا، هنقول للقهر لا، وهتفقع للحرية هي أصل الحياة. منه إخواني من شدة وأداء، فمنهم من مات تحت التعذيب في الإيقاف، ومنهم من مات في السجن بسبب الإهمال الصحي، ومنهم من كان يتعرض للضرب والتعنيف والشتم والإهانة من طرف أعوان السجون. لقد أوذوا وزلزلوا زلزالا شديدا. بيحاولوا يأيدونا، بيحاولوا يقتلونا، عايزين يعيشونا بين فقر وجهل وظلام. بيحاولوا يسكتونا، بيحاولوا يكتفونا، وكل اللي نشوفه منهم بس شوية كلام. لكن الله معانا، بيثبتنا في خطانا، والناس اللي ورانا بتقول للظلم لا، بتقول للظلم لا، بتقول للظلم لا. إنه ما ضاع حق وراءه طالب، وإننا سنظل نداشع عن ديننا ونطالب بحقوقنا كلها وبالحريات السياسية والمدنية وبالعدالة الاجتماعية إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. إن حركتنا كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. أرسي أكلها في الوحيد اليوم بمحاولة تعطيل الدستور، وهم الذين يحاولون تعديل الدستور ليرسخوا الفساد والاستبداد. مهما عملوا فينا مش هنبطل، ومش هنسافر، ومش هنسيب، ومهما اتسجلنا وحتى لو خدوا ارواحنا سنستمر في نفس الخط السلمي لبناء نهضة هذه البلد. وعدونا بهدم السور، قلنا خلاص الصبح جاي وعلى الظلم اكيد هنسور. وعدونا بهدم السور، قلنا خلاص الصبح جاي وعلى الظلم اكيد هنصور. طلعت احلامنا لفوق، خنقوها تاني بطوق. طلعت احلامنا لفوق، خنقوها تاني بطوق. قفلوا قدامنا الباب بقانون اسمه الارهاب، على رقبة كل شاب، كل شاب، كل شاب بينادي بالحرية، ولا يهمه ألف عذاب، ألف عذاب، ألف عذاب، حيفضل يقول الحق لو قطعوا فيها رقاب، رقاب، رقاب. حيقول الظلم لا، إننا لم نسمي حركتنا باسم النهضة اعتباطا، وإنما سميناها كذلك لأننا أردناها أن تكون لبنة بصرح نهضة إسلامية معاصرة. يرضيكم يا شباب النيل، يخدعونا ويظلموا بينا، ويقولوا احنا بنعدل بعد اللي هم محتاج بعدين. هنقول للظلم لا، الظلم لا، حنقول للقهر لا، وحتفضع للحرية هي أصل الحياة. حنقول للظلم لا، حنقول للظلم لا.
يعني الدكتور الصادق بعد هذه الفترة الطويلة من السجن، ألا يعني بينه وبين نفسه ألا يقول يعني قد حان الوقت الآن للاستراحة، فقد يعني قضيت عمرا طويلا في الممانعة والمعارضة وتعب السياسة، فلأنعم بفترة هادئة مثل كثير من التونسيين. فماذا يقول الدكتور صادق؟ لا لا لا، ليس هذا من طبعي ولا من الشيء الذي يفكر فيه، بل بالعكس أنا نبذت حياتي من أجل أولا رضا ربي سبحانه وتعالى والعمل على إعلاء كلمة الحق وعلى العمل من أجل أن تكون بلادي في أحسن وضع من كل النواحي الثقافية والسياسية والاجتماعية.